لقيت الفنانة اللبنانية نانسي نصر الله بصوتها المميز شهرة واسعة وحبوها كتار بحضورها وأعمالها الحلوة. موقع الفن التقى نانسي وكان إلنا هاللقاء معه. شو بتخبرينا عن نشاطاتك اللي عم بتحضري للأيام اللي جاية؟ عندي أغنيتين جاهزين ناطرين بس لنصور وننزل كأوديو خالصين جاهزين. وبتعرفي هلا شوي كنا ناطرين التايمينج لأنه مش عارفين كيف عم تتبلور الأمور وكيف الحياة رح ترجع تدريجيا، بس إن شاء الله أكيد خلال الصيفية من هلا لشهر ماكسيموم لازم تكون أول أغنية بالأسواق، وهي من ألحان أيمن ميحة وتوزيع ماجد ظاهر، وتاني أغنية كمان مع أيمن ميحة، وفي أغنية عراقية عم تتحضر، وفي كذا مشروع يعني إن شاء الله. في لهجة ما غنيتيها رح تروحي تغنيها هلأ؟ العراقي ولا مرة مغنيته، والعراقي هلأ it's being a trend بكل الوطن العربي، فعم حاول أنه اتقن اللكنة مظبوط قبل ما خوض هالغمار مثل ما بيقولوا، بس بحب ايه بحب هيدا الشيء. نانسي جمعت شارت مسلسل 2020 والمسلسل نعم ومسلسل للموت، ليش حبيت أنك تدمجي هول الأغنيتين سوا؟ بصراحة أول شيء لا خلاف على نجاح المسلسلين، أنا شخصياً كنت سبق وغنيت من ألحان محمود عيد وكلام علي المولى يلي عاملين أغنية شارة مسلسل 2020 يلي كانت بغناء زياد برجي النجم أكيد، بس من تاني ميلة كمان مسلسل للموت كمان حقق نجاح ونصيف، يعني مين ما بحب صوته وأغانيه، فهيك حبيت انه جست لحتى نعمل كفر، وبما انه انا ما بعمل عادة كفرز يعني حبيت انه اعمل هيك فيوجن بين الغنيتين لانه الناس فعلا حبت الغنيتين، فهيك يعني هي كانت بلوتو اكتر ل2020 وعملنا بس الرفران تبع مسلسل للموت. معقول نشوفك عم تغني شارة مسلسل؟ سبق وعملت هيدا الشيء بأغنية فكرت لعبي بمسلسل 50,000 يلي انعرض كمان على الام تي في، وكانت تجربة كتير حلوة لأنه حسيت أنه الناس لما بتفوتي على بيتها ليلية من خلال المسلسل بتتأثر أكتر بالصوت، بتتأثر أكتر بكلام الأغنية، وحتى بمسلسل 2020 رجعوا الفانس طبعا نادين نجام حطوا أغنية فكرت لعبي على مشاهد من مسلسلها وكان ظابط يعني الوضع، فمثل ما قلت لك الناس كتير بتتأثر بتيتر المسلسل كأنه تاخد الأغنية بطريقة كتير جدية أكتر من ما تسمعها أو تشوفها فيديو كليب أو بتفوت بتفاصيل الكلام أكتر، فبحب أكيد أن أخذ هالتجربة وإن شاء الله يعني إن شاء الله تكون مع مسلسل يكون ناجح وكون أنا كمان إضافة للمسلسل يتكاملوا التيتر والمسلسل. شو المشاكل اللي عم بتواجهيها بمسيرتك الفنية؟ مثل كل الفنانين بفتكر أكتر مشكلة من وجهها هي قصة البرودكشن الإنتاج، لأنه نحن بظل مرحلة كتير صعبة إن كان اقتصادياً وإن كان سياسياً على الوطن العربي كله، فبعتقد الإنتاج هو أصعب حاجز عم بيواجه كل الفنانين، ويعني عم نحاول مثل ما بيقولوا باللحم الحي نشتغل، وأكيد بالنهاية على راية ياسمين البقاء للأقوى. شو بتوعد محبينك للفترة المقبلة؟ أنا عندي دايماً وعد واحد إنه أنا ما بقدم شيء مبتذل وما بنزل عن الستاندردز اللي أنا وعدة حالي فيها قبل ما أكون عم بوعد الناس اللي بحبوني فيها. بعمل تجارب، حلو واحد يعمل اكسبيرمنتس اكيد، بتجربي تغيري ستايل، بتجربي تروحي على السوق شو بده، بس من دون ما تكوني عم تكسري ستاندردز انت حاططيهم لحالك، فدايما بعدهم باشياء حلوه ومرتبه مثل ما انا بشوفها مرتبه، وان شاء الله هن يكونوا عم بحبوا اكيد. شكرا لك، مرسي لموقعكم الكريم دايما بتتابعوني ومرسي لوجودكم الليله معنا. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.